بالرغم معناها هنيئا قبل كل شيء شباب قسنطينه، لكن احنا اليوم معناها الفريق نتاعي لي جوار يميريتي لي 3 بوين، ايزون ترافايي كرافاشي بور، مي مالوروزمون هذه هي احكام كره القدم. واليوم معناها كان يصير اللي يصير ما كناش معناها باش نربح المقابله سيتو. وانتم معناها الصحافه انا نشكركم موجودين، مي ثم اشياء تنجموا انتم فوزيت تيموان، دونك ثم اشياء زادا كيما نقولوا لي زافي نتاعكم كونت بوكو. ما ضيعنا نقطتين، ما ربحناش نقطة، مادام أننا دخلنا في المقابلة بكل قوة، تحكمنا في زمام الأمور، قدرنا باش نسجلوا هدف السبق. نظن بلي تراجع تاع اللاعبين من الوراء، معناتها كنا حابين باش نحافظوا على النتيجة، خاصة وأننا نعلموا بأن ثلاث نقاط مهمة لينا كثيرا في السباق تاع اللقب، ولكن تلقينا هدف ضد مانيش عارف خطأ. باقي المقابلات حاولنا نسيروها على الأقل باش من نرجعوش القسنطينة بدون النقاط. الحمد لله نقطة نظن بلي راح تفيدنا مادام أننا دائما احنا في الرياضة كنا فايزين. كذا مكتوب يعني سجلوا علينا في الدقائق الأخيرة، مي مازالوا ما شاء الله باش نكونفيرميو 100% شامبيون إن شاء الله. جي باي دافوا لا بولا لا لا ما نهضرش على التحكيم، مي الماتش كان في يدنا، عاودنا ولينا في النتيجة، وليكيب تاع شباب قسنطينة ريحوا ديريير. نقول لك النقطة هذه مع الأربيتراج هذا احنا بور موا 3 بوان.